لكن ما تخيلناش هذا السيناريو باش نستقبلوا هدف مبكر. ولكن اظن انه كان اختبار حقيقي للقدره الذهنيه للاعبين ديالنا للمجموعه. كنا في الموعد، اظن بانه في الشوط الاول واخا خرجنا متاخرين ولكن خلقنا فرص كثيره للتسجيل، ما تعاملناش معها بالشكل المطلوب بالتركيز اللي كونفينابل بطريقه. ابخي اون دوزيام طون حنا تفاجئنا بانهم كاريمون داروا ان ماركاج انديفيديوال، داروا حراسه فرديه في المنطقه بكر الهلالي دارها المتولي واخروا الكتله ديالهم ولات خط الدفاع لاعب على مشارف مربع محقهم باش يحافظوا على النتيجه. حنا كنا موجدين هذا السيناريو، حنا كنا تنعرفوا بان الا كانت في كتله متاخره البلوك با يعني في الكره الحلول تاتي من الاطراف. خلقنا الزياده العدديه 3-2، 2-1 ما مرات زني الاطراف العرضيات كانت حل من الحلول. بقى يعني الاستعصاء، لكن اشتغلنا كثير على الكره الثابته. كنا عارفين بان البلون بي هما الكره الثابته يقدروا يديبلوكيو الماتش، ذلك ما حصل. هنيئا لجميع مكونات النادي، وتستمر الملحمه ويستمر المسار الايجابي. فوالا، موعدنا وراء العيد.